أسعد الله مساكن بالخير وسرور متابعينا غالين. كثير منكم يرسلوني على الخاص بسناب وبالإنستغرام والصاري وبندر على الجزء الثاني من الباور. بإذن الله قريبا راح ينزل الجزء الثاني، المفروض أنه راح يكون عن شرح التعليق اللي أنا ركبته عند مركز 4x4، لكن راح أجله للجزء الثالث وبنزلكم جزء ثاني عن الأشياء والإدراج اللي ركبته عند مركز رحال. ليش؟ لأنه لحد الآن جاري التجربة للتعليق اللي جالسين نركبه، مساعدات والاشياء اللي جالسين نركبها من مركز 4x4. كل ويكند روح للبر وجرب الموتر والتعليق، نرفع وننزل. فودي اخلص الين اتاكد ان التعليق المناسب لي جهز كامل من الى، وراح ننزل لكم ان شاء الله بيكون جزء ثالث وبالتفصيل بنجرب لكم بالبر وبالنفود وبكل شيء بتشوفونه ان شاء الله باذن الله. بس خلونا الحين اوريكم التجهيز رقم 2 اللي سويته عند مركز رحال للادراج والخدمه والاشياء اللي راح تشوفونها الحين. الحين بصور لكم التجهيز رقم 2، تجهيز رقم 2 للباور عند مين؟ عند رحال. رحال ما شاء الله تبارك الله مركز ومصنع غني عن التعريف، مركز تجهيز السيارات، الادراج، تجهيز الكهرب، كل الاشياء هذه راح تشوفونها بعد ما نخلص وبوريكم بعض الاشياء الموجوده عندهم. وش الاشياء اللي بركبها هنا ان شاء الله؟ اشياء ادراج هنا، سحب حقت الكاميرا، اغراض حقت الكاميرا، ودرج هنا حق خدمه، قز وما قز، ومغسله، وتانكي هنا ماء مع الاضاءات وموتور هواء والاضافات الثانيه. اول ما تخلص ان شاء الله باذن الله بصور لكم بالتفصيل وش الاشياء اللي انا سويتها للباور باذن الله. طبعا هذه المنتجات حقاتهم والاشياء اللي يسوونها. شوفوا شوفوا شوفوا، اغلب سيارات الدفع الرباعي، اي سياره ببالك تقدر تيجي تسوي ثلاجات، عندك ترانس بانواع، انواع اللمبات، الافياش، انواع قزوز ايطاليه، الفرشه والادراج اللي هنا تقدر تختار اي قماش. انا اخترت هذا، هذا اخترت هذا، مواطير الهواء بانواعه، ادراج واشكال، كل ما يطري على بالك. الادراج اللي خذيته انا زي كذا في درجين راح يكون للكاميرات والاغراض اللي انا احتاجها. فشغلهم ما شاء الله غني عن التعريف. شوفوا كثير مر على الناس هالشعار هذا رحال، وان شاء الله باذن الله عاد نعلمكم ان شاء الله باقي التفاصيل. الشركه والتجهيز رقم 2 خلص. طبعا المده كم تجلس الموتر عند مركز رحال على حسب الزحمه اللي عندهم. انت تجي تحجز موعد وتقول لهم بجي اعدل وبتسوي كل شيء وتستفسر، وبحطك ارقامهم وتستفسر عن اي شيء، فلازم تحجز قبل. الحين بندخل عند ابو عماد اللي هو صاحب مركز رحال. طبعا قبل لا نبدا ووريكم وش الاشياء اللي ركبتها، بخلي ابو عماد صاحب المركز يشرح لنا عن الاشياء اللي ركبتها. وقبل لا يشرح عن الاشياء اللي انا ركبتها، ابي اساله عن اسلاك الكهرباء، عن الديكور، لانهم فكفكوا اشياء ورجعوا اشياء وسلكوا اسلاك وكل شيء، شافوا الضفيره الكهرباء وشافوا حوسه كثيره من الموتر. فابي اساله وش رايك بجوده الكهرباء؟ وش رايك بالاشياء اللي شفتها؟ لانه انا اشوف بعض التعليقات الله يهداهم بعضهم، مشكله بعض، انا يا شباب في نقطه مهمه، لا تتكلم عن شيء لين تشوفه بعينك، لا تتكلم عن شيء لين تجربه، لا تتكلم عن شيء لين تشوفه قدام عينك وبعدين قل لنا رايك. انا هالشخص ابو عماد هذا له خبره وسنين طويله بتجهيز انواع السيارات، لاند كروزر، لكسس، جميع انواع السيارات شافها، وجميع اسلاك الكهرباء، وجميع كل الاشياء مرت عليه. قلت له من ذاك اليوم، قلت له ترى يهمني رايك، ابي اشوف. انا ما ادري عن شيء، عن اسلاك الكهرباء، عن بطن الموتر، في اشياء اجزاء انا ما اعرفها، ما عندي خبره عنها. فقلت ابيك تقول لي كل الاشياء اللي انت شفتها. فاول شيء بنبدا الحين نساله عن اسلاك الكهرباء، عن ديكور الموتر اللي فكفكوه، وش جودته، وش الشيء اللي شافه قدامه. الحين جيت عند ابو عماد، ابو عماد نفس وضعي ما يحب الظهور. ابرك الساعات والله يا حبيبي. اول شيء قبل لا نبدا، الف شكر من الاعماق، من اقصى اعماق قلبي على الشغل الملكي. الله يبيك على الشغل الصراحه. انا ما ادري شو اقول، من حيث ابداع، من حيث شغل متكتك، ما ادري شو اقول. هذا توفيق رب العالمين. بعد حي. اي والله هذه شهاده نعتز فيها من شخص مخضرم منك مثلك بعالم السيارات. يا بعد يعني انت شفت شغل كثير، مر عليك سيارات كثيره،
فهذا للأمان نحطه وسام لنا إن يا بعد حي يا بعد حي الله يسلمك. طيب أبو عماد، أهم نقطة عندي بحكم أن عندك خبرة سنين طويلة، وقلته أنا بالكلام هذا بالبداية، شفت جميع أنواع السيارات، أسلك كهرب، شفت كل شيء قدام عينك. حلو، أبيك تعطيني رأيك بجودة الكهرب حق السيارة هذه، هل هو في جودة؟ شوف أبو بندر، أمانة الجودة بالسيارة يا رب لك الحمد يعني فاقت التوقعات اللي كنا نعطينها صراحة، كلمة حق تنقال يعني. لو حد جاء قالك صيني، هل هو أكبر دليل يعني يوم فتحنا سيارة وشفنا المحتويات اللي هي تسليكات الكهرباء التمديدات الداخلية، أقرب شيء تفوق يمكن على السيارات اليابانية بعض الأحيان، بحكم العزل، الأسلاك، الجودة، كل شيء موجود فيها يعني جدا ممتاز، كل الأسلاك جودة جدا ممتازة، يعني ما عانينا ولا طلعت عندنا أي مشكلة، أي مشكلة ما طلعت فيها. يعني حتى العزل الداخلي وحطينا مثل بعض الديكورات فكيناها، فكينا اغلب ديكورات الداخليه، ما عانينا من اي مشكله. انت شوفك فكين عندنا ما ركبته، ابغى اوريك اياه، حتى يعني قلنا نشوف طريقه التمديد عندنا ونشوف الاسلاك الداخليه للسياره. بسم الله. هذا غطاء مفكوك طبعا، هذا غطاء وينه هنا؟ اي نعم، هذا غطاء مفكوك، هذه ظفيره الوكاله. يعني اقرب ماله سيارات تويوتا صراحه، شغل جودة يعني في في جودة الاسلاك، مو مشي حاله. احنا فكينا سيارات صينية قبل تجينا للأمانة، ما وصلت للمستوى هذا صراحة يعني. وأكبر دليل أبو بندر أنت وصلت معك وقلت لك عن السيارة أننا عندنا رغبة أننا ناخذ سيارة نفسها، داري مو من عبث أمانة. أيوه هذا هو، أي هذا هو يعني شخص. ما قلنا نبي سيارة ونطلب منك سيارة وتفهمنا احنا وياك عشانه، إلا يوم شفنا المحتويات الداخلية قبل الخارجية الموجودة بالسيارة. يا سلام، من أسلاك كهرباء، جودة، تمديد، ديكور، الديكور يوم فكيت يعني الديكور يعني. أنت في أشياء فكيتها عشان فكينا أغلب هذا، هذا مفكوك كان معنا، لا صوت لا شيء، رجعتوه مثل ما كان، رجعناه مثل ما كان كمواد، تحس إنه جودة المواد هذولي. بعضهم بيجي الحين يقول بندر يبالغ خويك، والله ما بالغ، رجل مختص ما له علاقه، الرجال مختص ولا لي دخل فيها، فاكن اشكال والوان السيارات ولا في اي صله بيني وبين السياره. للامانه السياره جودتها عاليه صراحه، ما شاء الله. بدون ما شاء الله، الله يبارك لك، بدون مجاملات يعني. انا بحاسب على الكلام هذا لكن ما شفت شيء، فكينا ديكورات رجعناه، هذه مفكوك كله يا ابو بندر، هذه كانت مفكوك كلها، تركيب وفك وما في اي مشاكل، ما في ابدا، كلبسات صح، حتى بعد اذنك وراني يعني بس شوف المواد الخام الداخليه، ما تجي اغلب السيارات فيها ربله مثل هذه. هذه في تفاصيل داخليه ما يدري عنها الزبون، شوف اللي برا اغلب السيارات ما تجي ربله داخليه، هذه عشان الاصوات. يا عيني هذه موجوده، شوف هالاشياء، او جالس يقول لكم اشياء انا ما اعرفها، ترى انا اقول لك اياها، يعني اشياء داخليه هذه اغلب الناس ما يدري عنها، تنكبس هذه جوا تحت ولا احد يدري عن شيء من جوا، المواد الخام الموجوده، ويرجع ويطبق الديكور من احسن ما يكون على طول. احنا ترى ثالث مره نفكه، احنا فكيناه عشان بس نوريك اليه التمديد والعزل الداخلي. يا سلام احرس لكم وين عشان بعض المشاكل، هذه اسلاكنا، هذه الملونه، هذه اسلاك وحق الوكاله، وين هذه اسلاك الوكاله، مبطن ومسوي لك زين، مبطنه وفيها عزل كامل، يعني شغل وكالات صراحه، شغل مصنع. يا سلام، حتى يعني السيارة ما فيها أي مشاكل، حتى يوم مددنا الكهرب ما حصلنا فيها مشاكل. بعض السيارات تجينا لازم يعني السيارات الأمريكية لازم نعيد برمجته صراحة. أي أنا أسمع مشوين مهندس عندك يقول يعني الأمريكي لازم نعيد برمجته، لأنه يفتح السكريت حقه يقفل، فيقفل الترانز بريك حقه الجلنط ما يمشي، فلازم نسوي له برمجة مرة. هذا ما أشغلتكم يعني، ما في برمجة، ما في تعقيدات مع التقنية الموجودة فيها، ما شفنا تعقيد به صراحة. أبد حتى فكيناه بدل المرة 4 أو 5 مرات ما شفنا إلى ملاحظات عليها، يعني حتى مرة رن جرس اكتشفنا أنه النور الداخلي موجود بس مولع وهي طافية، ما شاء الله، فقط لا غير، ولا فيها تعقيد، لا برمج ولا شيء. أنا على التقنية الموجودة بالمكسور الداخلي للسيارة توقعت أن نواجه مشاكل صراحة، أكيد نبي نبرمجه، فكينا وركبنا وفكينا ما عندنا اي مشاكل بها. ما شاء الله، اي والله يا رب لك الحمد، ولا طلع بها اي شيء، وسيارة عملية يعني مع الفخامة الا انها بسيطة. ايوه هذا المقصد، ما بها تعقيد، ما بها تعقيد يعني انا طالع للبر وقف لي شيء، قفل لي كل شيء واضح، كل شيء واضح، حتى يعني مكونات الخارجية زين جدا، جودتها عالية يعني كمواد، كل الاشياء ما شفنا شيء يعني تقول والله مش حالي، شفنا سيارات كثيرة
صراحة ما في شيء فيه معقد وتعزنه مش حالك. مضبوط أبو عماد، هذا شيء الكهرب جودة الأسلاك وكل شيء عرفناه الحين وكل شيء تمام. الحين في شيء تقوله قبل؟ لا لا بس سلام. الحين بنشوف شغلك. أبشر. بنشوف الشغل الملكي. طيب الحين بورينا أبو عماد والأشياء الأشياء اللي سوى. طبعاً. تسلم أبو عماد. تسلم. الأشياء التجهيز إحنا سوينا الطلب اللي أنت احتياجك الأساسي. أنت تفسرون على حسب طلب. طيب أغلب الطلبات تجينا طبعاً تختلف عن ثقافتك بحكم أنت مصور وتطلع رحلات تصوير ففيها أشياء تختلف عندي. طبعاً السيارة فيها تانكي موية فوق 100 لتر. حلو. فيها أدراج معزولة من جوة. أيوة. مبطنة لأغراضك الخاصة. أيوة. طبعاً حنا نستخدم الأدراج لشخصيتين يعني أغراض مثلك أنت. أيوة. أو أغراض الطبخ أو أغراض القهوة الشاهي فأنتوا أنتوا طلبك أنتوا طلبك أنتوا مثل وأنتوا احتياجك بعد. بالضبط عندنا طبعاً السيارة فيها كمبروسر هواء فيها مضخة موية فيها تمديدات على اليو اس بيات عندنا تمديدات كلها بوركية عندنا المكابس حتى فيها أدراج خدمات. أدراج الخدمات تتكون من عدة أشياء تحليها أبو أحمد طبعاً أعطيك مثلاً الدرج هذا على سبيل المثال الدرج هذا خاص بالأغراض الصغيرة دائماً حنا بأغراض الطبخة وبالشغلات الصغيرة نحتاج ملعقة أغراض صغيرة علبة بهارات شيء قريب. قريب يكون قريب وبحيث أنه يبتعد عن الحوض ما يعيقك المسافات بعيدة افتح لي الأغراض الثانية طبعاً الثانية. تجي هذه العيون أو الغاز زمي أو القز مصطلح اللي هو العادي يكون فيه عينين مجهز مصنع من عندنا حلو هذا يكون كل المواد الخام المستخدمة فيه إيطالية ما شاء الله كل المواد الداخلية اللي موجودة فيه إيطالي هذه هذه بنرجع نعيد علي هذه المواد اللي قلت لي المواد مثل الكلبس الرابلة شفت اللي جوة الكلبس دقيق لازم دقيق يا ناس دقيق بشكل ما تتخيلون طولي بعمرك كل شيء بواحد صانت دقيق بالأشياء اللي جالسين ركبه يعني بنعطيك حنا هذا هي العيون عندك بحيث انها تسهل الاستخدام اي من طبق شاي قهوه على طول سريع على الحال براس صعد هنا شاي قهوه سريع سريع بالضبط حلو بعدها تجي عندنا المغسله طبعا احنا طلعنا تصميم جديد للمغاسل وفقنا فيه يا رب لك الحمد لا وتوفقت بوها نجاب وقت بعد اي لا ما شاء الله عليك انت ابو بندر ما شاء الله عليك طبعا مثل ما تشوف هذه المغسله فيها تمديدات من الاسفل إيه؟ تمديدات الهواء ايش بك ابو احمد اكيد بعض خلي بجمع جهته بالله اي نعم ايوه طبعا هذه الحين لوحه مفاتيح بنجي علي نعم هذه من نمر عليها زين ابو احمد زين على طول يعني خلاص يعني ما يحتاج وخرطوش اللي هذا وخرطوش اللي تحت وتحفر له اذا تبلبر ولا شيء بلبر تحفر له تحط أيوه. تحته مثلا سطل اي شيء اذا تصير مكان طيني أيوه. زين ما عندك اشكاليه لكن هو الاساس بحيث ان الخدمه تكون عندك أيوه. سهله جدا وصفت بسرعه على طول تصفط تفك لي تحط لي احنا سوينا تقرير عنه تقريبا ما يتجاوز دقيقه بحط لكم حسابات انستغرام وسناب بتشوفون كل شيء واغلب السيارات عندهم كل شيء مسوينه بالتفصيل بس حنا بناخذ كل شيء على السريع عشان ما نبي نطول عليك الله يسلمك طبعا بعد الخدمات هذه الخدمات تكون مستقله عن الادراج اللي حنا تكلمنا عنها قبل شوي هذه الادراج فيها مساحات تخزين كافيه الاغراض فيها قواطع متحركه تقدر تشيلها تضيفها على حسب احتياجك مثل ما قلنا بالاول طبعا فيها هذه المساحات التخزينيه فيها مقاسين كبير وصغير على حسب احتياجك تطلع كامل حتى السلايدات الموجوده اللي راكبه فيها نظام اللي هي لوك قفل ما ترجع بحيث انه وقت البر او بالصحراء تكون الارض مو متساويه فدائما تزعجك الادراج بالرجوع فتفتحه وعلى طول تلف والله يا ودك اليوم اصور لك من برا بتكشف من بندر كل يوم شكل طبعا في مساحه تخزينيه بالجنب صغيره هذه تعرفنا احنا ابو بندر اغراض اللي نحتاجه ونبيه أيوة. اشتراك واير شغلات بسيطة أيوة. تكون هنا مخازن بحيث إننا نستفيد من مساحة السيارة ما نضيع مساحة معينة تشتغل كل مساحة بالضبط أنا هالمساحات اللي اخترتها هذه أبو عماد ما كانت ببالي أنا عارف ما كان ببالي أي شيء كان كل يوم عطني رؤوس الأقلام وتركني على كذا حبيبي عز الله إنك قالوا فعلا الله يسلمك يرضى عليك حلو فهذه مساحة تخزين أشياء ثانوية نستخدمها بعض الأحيان نبي نجي الحين قبل نروح هذه لا نوريك تورين لوحة المفاتيح بالضبط لوحة المفاتيح هذه تشمل أفياش 220 فيه منظم كهرب أمامي طبعا عندنا هذا سويتش ولاعة كله هذول 12 فولت هنا 220 حلو هذه ولاعة عندنا يو اس بي
وقاري بطارية. طبعا البطارية تعطيك درجات أعلى بحالة الاشتغال. عندنا سويتشات الكهرب، عندنا إنارات داخلية بالضبط تمام، عندنا اللي هو مضخة موية، وعندنا اللي هو كمبرسر الهواء. أنا ما ودي أشرح عشان بالضبط هذه الأشياء كلها. في عندنا تمديد للهواء، تمديد للغاز، تمديد للموية. يعني حتى حريصين نستخدم المواد اللي مثلا الموية عشان ما تصدي، فسوينا بلاستيك. الغاز تقنيته يعني عالي بحيث انه ما يصير فيه تهريبات. الهواء بحيث انه اذا الماطور اشتغل ما يكتم نفسه ويحترق من جوه، فحتى وانت ما شبكت ما تعدم اغراضك الداخليه. كمبرسر اللي هو الهواء يكون شغال ومفتوح عادي خلاص، طلع لو نركب له نفس هذا قفل على نفسه. فيا سوى عندك مثلا فقع الليل الداخلي الموجود، او ان نفس الماطور احترق لانه كبس على نفسه. هذه كل الاغراض حطينا لها مخزن تمام بالجنب. كل هذه هنا موجوده. شوفوا ما شاء الله، شوف شوف انا مش وين جالسين ورينا قبل شوي ابو عماد، والله جالسين نشرح له جالسين نتامل، اقول التوزيع ما شاء الله تبارك الله شغل ذمه وضمير، شغل شركات كبيره. شوفوا بالله اعطوني رايك، شوفوا شيء كل شيء قدام عيونك، شوفوا الترتيب شلون، يعني بس اجي اتفرج انت على الشغل ما شاء الله تبارك الله. طبعا على المواد المستخدمه بالتمديدات، الليات والاسلاك كلش كلش عليه، كل المواد اللي فيه تمديدات تمام، كل نوع غاز او مويه او هواء له نوع معين. تمديدات بالضبط، تمديدات الكهرباء كل قطعه جايه لها ملي معين، ما تكون واحدة معزولة، كلها قطع وكسسوارات كلها أصلية، كلها بالضبط من إيطالي، من زين فيه إيطالي وفيه أمريكي بعضه وفيه صيني للأمانة، لكن جوداته عالية كلها موجودة متركبة عليه. يعني نعطيك إياه كضم، حتى نعطي ضمان على الكهرباء مثلا سنة، على الدراج نرفع إلى سنة ما عندنا مشكلة، أي عطل أي مشكلة حنا نتحملها ما شاء الله. خلاص اطلع وانت إن شاء الله مرتاح. هذه أنا أقول لك يا شيء شغله انا احطه على نفسي، اقول لهم العافيه بس الله يعافيك. طبعا في عندنا تانكي المويه امامي عشان حمل السياره، توزيع الاحمال بالسياره، لانه المويه دائما هي الثقيله تكون. اسطوانه الغاز مثبته مثل ما تشوف، ترى قاعده هذه ثابته ثابته ما تتحرك بالمطبات بالسحره، ما عندنا مشكله، ما في اي مشاكل. تمديد كله جاي الورا اللي احنا تو شغلناه قبل شوي. في القطع الكهربائيه طبعا انعزله داخل مقصوره السياره. نبي نشوف الحين، بس ابي اول شيء نشوف الحين ادخل الباقي. التانكي هذا انا تقريبا شعته فوق 100 لتر، في قواطع داخليه بحيث ان الماء ما يترنح بالسياره. لازم نحط له قواطع معزول كامل ملحم الحامق، مو الحامل العادي، بحيث انه مع ضرب المويه والمطبات ما يتاثر ويتشعر ولا ياثر بوزن السياره ابدا. احنا نحطه دائما على المحاور الاماميه، حتى لو تشوف الصوالين عندنا توزيع الوزن لازم. ما شاء الله، والتعبات يكون من هنا. التعبات من هنا. ترى انا يا شباب انا كنت ناوي ابي احطه يرفعه كذا، قال انت وش اللي تبي بالضبط؟ قلت له كذا وكذا، قال ازهله، فحط لي مقاس التانكي بشيء افضل من اللي انا كنت افكر به، فاعطانا مساحه لاني انا ابي مساحه فاضيه هنا، لان بتشوفون اغراضي بنحط اغراض عشان ذا. طبعا نسوي تطعيمات بالستيل بعض القطع بحيث انها تعطي جوده وتعطي جماليه للشغل كامل. وشوف الاضاءات بعد ما شاء الله، الاضاءات طبعا هذه مخفيه، وفي اضاءه للاغراض عشان اغراضك تشوفها. احنا عندنا اناره هنا بالكراج، بس بالبر وخارج الكراج ايوه بتبين. بصور لك طلع على البر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حلو، وهنا قبل الروح طبعا هنا عندنا إنارات على الرفاهة الداخلية. في كذلك بالتمديدات الموية أبو بندر، في عندنا تمديدات أسفل السيارة من يمين ويسار مع إنارة. إنارات موجودة هذه خلاص، الجهتين والجهة هذه لا جهتين السلام. خلاص السلام. عشان البر تبي تغسل شيء ما تشوف أغراضك خلاص، وإنارك وهذا وكل جهتين. شيء قريب كل شيء قريب. هذا مثلا والله تبي توقف تبي تغسل شغلات بسيطة ولا شيء، فانت ما تستحتاج تفتح البيك اب اللي خلفي، انت سريع تبي تمشي أيوة. ما تفتح الاغراض أيوة. اللي وريتك اياها وكذا لا على طول سريع وتمشي. حلو. طبعا عندنا تجهيزات الكهرباء، احنا انا حبيت انها تكون داخليه. حلو. بحيث انها تكون اضمن من برا، لانه مويه وعوامل التعريه صح برا، لانه بيك اب بالضبط وغبار. عندنا هنا مثلا محول كهرب 2000 واط، هذا طبعا يتحمل اي قدر ضغط اللي هي قدر الكهرب. نعم اللي هو قدر الكهرب، عنده هذول الغلايات المويه القهوه عادي يتحمل عادي يتشغله وانت مرتاح. طبعا التغذيه كامله للكهرب للسياره كامله، تسمح لي بعد اذنك
ما شاء الله ما شاء الله. التغذية كاملة للسيارة على البطارية الإضافية. أي أكسسوري راكب بسيارتك يا أبو بندر على البطارية الإضافية مستقل تماماً عن بطارية السيارة وعن ظفيرة السيارة. بعض الناس يتساءل يقول أنا ما بيلمس ظفيرة السيارة أو كهرباء السيارة. كل اللي شفته قبل شوي مستقل، ما فيه سلك مجروح من ضفيرة السيارة وكهرباء السيارة أبداً، كله موصل من بطارية أساسية البطارية إضافية. كل الاكسسوار اللي شفته قبل شوي شغال 220 فولت اللي هو محول، أو الإضافات اللي خلف السيارة كهرب من شواحن يو اس بيات شغلات، هذه كلها تسحب من البطارية الإضافية ولا فيها أي تدخل أي عطل أي شيء. السيارة مستقلة كامل. طيب وش باقي بعد؟ طبعا اضفنا الكينارات على الكبوت الامامي. خلينا نشوف عندك كبوت الاضاءه. فيها سلاك كنود داخليه. كلش سوينا كل تجهيز البر ركبناه على السياره، حتى سلك الثلاجه لو بيسلك بالضبط موجود. حتى لو تشوف عندي سياره جدا سهله، مدينا سلاك بسيطه منها سوينا لنا ظفيره خارجيه بدون ما نمس السياره. شوف السلاك، السلاك مغراض كم اللي هذا اللي هم الاحمر هي اللي موجوده. وشوفها داخل مع سلاك الوكاله، حتى شفنا سلاك الوكاله اللي بوسط الماكينه يعني ما شاء الله جودته كويسه ما فيها مشاكل، ونفس تمديد السيارات اليابانيه صراحه ما شاء الله. احنا تجينا السيارات الامريكيه تختلف. السيارات الامريكيه نعاني فيها، لفكينا شيء بالذات الجديد ولا ودي اسمي. احسن لا تسمي. تمام بدخل متاهات انا وياك. تمام لازم نعيد برمجه، لأننا فكينا بطارية أو لمس أو أضفنا أسلاك على البطارية. هذه يا رب لك الحمد لا برمجنا ولا شيء، وسلاك على ما قال ملفوفة زين كله معزول نفس الوكالة بدون ما نستخدم التيب العادي والشغلات العادية. لا نحطم عليها مثلا عوازل حرارية، عوازل حرارية على الأسلاك عشان ما تتأثر مثل ما تشوف. ما شاء الله ما فيها أي شيء حتى التيب العادي. وهذه البطارية، هذه البطارية أبو بندر نبي إضاءة هنا. هذه البطارية مثل ما تشوف الاسلاك جايه ضفيره مستقله كامله عن السياره، الماينس والبلس اللي هو سالب وموجب. علبه الفيوزات وراء مثل ما شفناه تو اللي عند الكمبروسر الهواء وعند كمبروسر المويه. خلاص اي شيء، حتى في فيوز اساسي بين البطاريه الاماميه وبطاريه السياره. اي شيء سبحان الله لا سمح الله على طول يقطع. كله مثل ما تشوف مثل ضفيرة السيارة اللي جاية. ولا شوف قاعدة بعد وقفل. لازم قاعدة ثابت كله ما تتحرك. تبي تتغيرها سبحان الله مع الزمن تقدر تغيرها تفكه ما عندك أي مشكلة. وقماش راح شوف قماش أنت مسوينه بعد. هذا لازم عشان وش ليش أنا نسيت لا نزل ما نبي تبين. شوف قماش ما شاء الله ما نبي تبين على السيارة. لأن وش لأن السيارة ما نبي السيارة تبين فيها أي أغراض. يا حبيبي قول يا أبو حماد والله إنك فنان قسم. الله يسلمك شهادة نعتزها والله. فنان معنى الكلمة، يعني ما أدري أقول لك، ما أدري وش أقول لك. شوفوا هذا موتر واحد من الزباين اللي عندهم. متى تقول بالله مركبه؟ مركبه أول ما أخذته جديد، موتر 2015 رتبته عنده، جيت غيرت تصميم، جيت لمهم غيروه. هذه دروجي من 2015. هذول دروجي نفسهم. شوف شلون من داخل من الكرف. ما شاء الله ولا قرشه ولا شيء. ولا شيء. شوف سكته ولا شيء. ها 2015 لو كمل الحين 6 سنين. لا الشغل الصراحه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يجزاك خير يعطيك من خير ويسك شر. الف شكر لك. طبعا بحط لكم حساباتهم وارقامهم وكل شيء وشغلهم هذا وفي الاشياء هذه قبل صورت لك يمكن اول ما دخلت الموتر الترنس والثلاجات كل الاشياء اللي انت تجي تشوفها قدام عينك وتختار. بس انت عليك اللي تختار اللون الفلاني والشكل الفلاني، هم يضبطون لك بكل شيء، المغاسل الاشكال والوان. من اول ما تدخل الورشه بتشوف ما شاء الله شيء يفتح النفس، شغل ملكي من الاخر. شفت عيونك ابو عماد يعطيك الف 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 عافيه. الله يعافيك يا والف شكر لك يا بعد. حز الله انك ما قصرت. بالعكس احنا لنا على قولتهم الشرف ابو بندر، شرفتنا يا بعد. وبالعكس هذه شهاده من شخص مثلك مخضرم مثل بعالم السيارات. بالعكس هذا وسام عندنا يا رب يا بعد حي وما عليكم تحدي. الله يعطيك الف 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 عافيه. الله يعافيك الف شكر لك يا بعد حي. يا بعد حي اعذرونا طولنا عليكم لكن شكل